هي صفقة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، تسمح بمواصلة الحرب على قطاع غزة طالما بقيت المساعدات الإنسانية تدخل إلى القطاع. هذا ما كشفت عنه وسائل إعلام صهيونية. أكدت أيضاً أن واشنطن لن تضغط على تل أبيب لتقليص حربها على غزة، لكنها أشارت إلى أنه ليس مؤكداً أن ذلك سيخدم المصلحة الإسرائيلية في ظل الخسائر الكبيرة في صفوف قوات الاحتلال. ما تتحدث عنه وسائل الإعلام الصهيونية يعززه سلوك الإدارة الأمريكية الحالية التي عرقلت قراراً في مجلس الأمن الدولي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، لكن إطالة الحرب تضع نتنياهو في أزمة كبيرة بحسب صحيفتها أريتس، التي أشارت إلى أن مسؤولين سياسيين إسرائيليين ومعهم هيئة أركان جيش الاحتلال يرون أن هناك حاجة لتغيير طريقة إدارة الحرب في غزة في أسرع وقت ممكن، وذلك على خلفية الخسائر الكبيرة وكم الجنود الذين يقتلون خلال المعارك. وتتهم العديد من الأوساط داخل الكيان المحتل نتنياهو بمواصلة تضليل الجمهور في إسرائيل، وكأن قوات الاحتلال تسير مسرعة نحو تحقيق النصر في قطاع غزة دون أي عراقيل، بينما أقرت هيئة أركان جيش الاحتلال بأن هذه حرب ستستمر لعدة أشهر أخرى، وسيتعين على الاحتلال إدارة اقتصاد السلاح. هي ورطة إذن لنتنياهو بحسب مراقبين، وسقوط غير معلن، فلهو قادر على استرجاع محتجز واحد في غزة بالقوة، ولهو قادر على القضاء على حماس كما تعهد بذلك. وبعد أكثر من شهرين ونصف على حربه المعلنة، تتكبد قوته الخسائر تلو الخسائر.